بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله اليوم بناخذ المدينين، موضوع مهم وفصل مهم يحتاج تركيز شوية. احنا بنبدأ إن شاء الله بمجموعة من المصطلحات الاختيارات، على أساس نعرف إيش معنى المدينين وإيش معنى الديون المشكوك تحصيلها والآليات والمصطلحات الأخرى. أول نقطة عندنا، ماذا يقصد بالديون المؤكد تحصيلها؟ من يقول ليها؟ ماذا يقصد بالديون المؤكد تحصيلها؟ هل هي الديون الجيدة؟ الديون المشكوك في تحصيلها؟ الديون المعدومة؟ أو الدين المتقادم؟ أو الدين المتقادم، ها؟ من يقول لي هنا؟ إيش معنى الديون المؤكد تحصيلها؟ اختيار رقم كم؟ الأول رقم واحد، ها؟ واحد آخر. الدين المؤكد تحصيله إيش هو؟ هل هو الدين المتقادم؟ الدين المتقادم، الدين المعدوم؟ الدين المشكوك في تحصيله؟ أو الدين الجيد؟ ها، واحد جاوب قال الاختيار الأول. من عنده إجابة أخرى؟ اكتبوا هنا في الشات. سينا تقول الديون الجيدة، والندى الأهدل تقول الدين الجيد. إذن هو الدين الجيد، هي الديون المؤكد تحصيلها. الدين المتقادم، إيش معنى الدين المتقادم؟ لو جاء لك ضع علامة صح وخطأ، يقول لك الدين المتقادم إيش معناته مثلا؟ هذه مصطلحات في هذه الوحدة مهمة جدا. إيش معنى الدين المتقادم؟ يعني الدين القديم. كيف القديم؟ اللي له فترة يعني أيوة صح، بس إيش من حصول الدين يعني. كم له فترة الدين المتقادم؟ كم مدته القانونية؟ صح، بس كم مدته القانونية؟ لأن إحنا عندنا وفقا للكتاب اللي إحنا ندرسه، الدين المتقادم ما مر عليه فترة كذا. كم؟ أكثر من الفترة المالية، أكثر من فترة السنة. لا مش سنة. الدين المتقادم، لا مش 10. الدين المتقادم 5 سنوات، أكثر من 5 سنوات يسمى دين متقادم. الديون المؤكد تحصيلها تسمى الديون الجيدة. طيب الديون المشكوك في تحصيلها إيش معناتها؟ الآن لما يجي لنا مثلا سؤال باختيارات أو سؤال عملي، يقول كم مقدار الديون المشكوك في تحصيلها؟ إحنا إيش نعرف إيش معنى الديون المشكوك في تحصيلها؟ ممتاز. ديون ممكن نحصلها أو لا نحصلها. أحيانا قد نحصلها، لا 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 مش نسددها، لا ما نستخدمش مصطلح يسدد هنا، نستخدم مصطلح تحصيل، لأنها قالت الدين المشكوك في تحصيله. الدين المشكوك في تحصيله إذن هي عبارة عن الديون التي من الممكن تحصيلها أو لا. طيب الديون المعدومة، هي الديون التي لا يمكن تحصيلها. هي الديون التي لا يمكن تحصيلها. ها ممتاز. في تعريف آخر، ليس هناك أمل في تحصيلها. إيش معنى الديون المعدومة؟ طبعا الديون المعدومة هي عبارة عن الديون التي من المتوقع عدم تحصيلها. صح، إجابتك صحيحة. الديون المعدومة ما نقول لي مثل إيش؟ أنت لما تشتغل محاسب ويقول لك دين معدوم، مثل إيش؟ عدم سداد المدين الدين بسبب الإفلاس. يعني ها ممتاز، تعرض للإفلاس، ها غير الإفلاس، الموت. الموت نسميه ديون مشكوك في تحصيله. ها في مثال واضح. طبعا تشوفوا لما مثلا يكون حسابك، لا ماشي، مثلا يكون حسابك عند ال يكون حسابك للمحلات 225,300 ريال، 225,300 ريال. انت وصلت عنده جبت له 225، كم بقينا الان؟ كم بقي برصيدك؟ 300. يعني ال 300 احنا نقول مبلغ عادي، صح ولا لا؟
هذه طبعا من الديون المعدومة المؤكدة. يعني أيوة، يعني أنت حسابك 225 ألف 300، جبت له 225، أصلا هو ما بيسألكش ال 300. هذه تسمى ديون معدومة مؤكدة. طبعا الإفلاس والموت وعدم السداد هذه أيضا تسمى ديون معدومة. أيوة بالضبط. طيب هذه مصطلحات مهمة لازم تعرفوها: الدين الجيد، دين مشكوك تحصيله، الدين المعدوم، الدين المتقادم. طيب اثنين، عند إقفال حساب الديون المعدومة في حساب المخصص في نهاية الفترة ورصيد الديون المعدومة أقل من رصيد المخصص، كيف يتم معالجة ذلك؟ أهم من الأرباح والخسائر. عندك هنا 4 خيارات، إيش الخيار الصحيح؟ الأولى الفارق يقفل في حساب الأرباح والخسائر. لا خطأ، في إجابة صحيحة من إحدى الطالبات. سبأ خطأ. خطأ. أثنان خطأ. طبعا هنا عندما نقفل حساب الديون المعدومة في حساب المخصص بنهاية الفترة، رصيد الديون حقنا المعدومة أقل من رصيد المخصص، إيش تبقي؟ هل تبقي مبلغ أو لا؟ ركزوا على المصطلحات. رصيد الديون المعدومة أقل من رصيد المخصص، إذن يتبقى مبلغ. وين مبلغ؟ فين هذا؟ بيكون الخيار رقم كم؟ 3. الخيار رقم 3. الخيار رقم 3. ممتاز يا سينا، ممتاز جدا. الخيار رقم 3. ركزوا، رصيد الديون المعدومة أقل من رصيد المخصص، ذاكرتوا هذا أو لا؟ في معكم 3 حالات: رصيد الديون المعدومة أقل من رصيد المخصص، رصيد الديون المعدومة أكثر من رصيد المخصص، صح ولا لا؟ أيوة. بالتالي هذا ركزوا عليه، إحنا الآن ندرسه أو نقرأه بجانب نظري. طيب النقطة الثالثة، قال تعريفها هي الديون التي تحيط عملية تحصيلها في المستقبل احتمال عدم تحصيلها. إيش هي؟ هل الديون المعدومة، الديون المشكوك في تحصيلها، الديون الجيدة، أو الدين المتقادم؟ الديون المشكوك في تحصيلها. إيش؟ الديون المشكوك في تحصيلها. الديون المشكوك في تحصيلها. اثنين، مشكوك في تحصيلها. اثنين، ممتاز. معز انت قلت الدين المعدوم، لا قال ممكن نحصل ممكن لا، اذا هي الديون المشكوك في تحصيلها، الديون المشكوك في تحصيلها. النقطة الرابعة، عند اقفال حساب الديون المخصص، عفوا، عند اقفال حساب الديون المعدومة في حساب المخصص في نهاية الفترة، رصيد الديون المعدومة أكبر من رصيد المخصص. رقم اثنين إيش كانت؟ رصيد الديون المعدومة أقل من إيش؟ من رصيد المخصص، صح. الآن رصيد الديون المعدومة أكبر من رصيد المخصص، إيش بيكون الحل هنا؟ هل الفارق يرد إلى حساب الأرباح والخسائر، يتبقى مبلغ في حساب المخصص، يقفل الحسابين، أو يقفل الفارق، يقفل في حساب الأرباح والخسائر؟ الفارق يقفل في حساب الأرباح والخسائر. الفارق يقفل في حساب الأرباح والخسائر. رقم كم؟ 4. رقم 4، ممتاز. إذن الفارق يقفل في حساب الأرباح والخسائر، الفارق يقفل في حساب الأرباح والخسائر. ركزوا على هذه النقاط، ركزوا عليها، لأن بالجانب العملي مثل النظري، أنا الآن حولتها من العملي إلى النظري. آخر نقطة، إذا كان مخصص هبوط أسعار الأوراق المالية الخاص بالعام الحالي اللي إحنا فيه أقل من رصيد المخصص الظاهر في ميزان المراجعة، هل يتم تكوين مخصص؟ هل يتم تكوين مخصص بالفارق بين الرصيدين؟ هل يتم رد الزيادة إلى حساب الأرباح والخسائر؟ أو يتم تكوين مخصص الخاص بالعام الحالي بكامل المبلغ؟ هذا طبعا سئلوني فيه 2 طلاب.
أنا قلت الفائدة بسوي فيه سؤال، إيش بيكون الحل هنا؟ روان مصطفى تقول رقم 2، يتم تكوين مخصص في الفارق بين الرصيدين. من في من جاوب هنا؟ معز يقول رقم 4 خطأ، روان مصطفى رقم 2 خطأ، سينا تقول يتم رد الزيادة إلى حساب الأرباح والخسائر، والإجابة صحيحة، يتم رد الزيادة إلى حساب الأرباح والخسائر، والإجابة صحيحة. واضح الآن النقاط هذه اللي أمامكم؟ واضحة؟ لو جاء لك بالامتحان إنها تقدروا تفرقوا رصيد الديون المعدومة أقل من رصيد المخصص، رصيد الديون المعدومة يساوي رصيد المخصص، رصيد الديون المعدومة أكبر من رصيد المخصص، إيش تكون المعالجة؟ واضح؟ طيب الآن ننتقل للجانب العملي، عندنا أول مثال في 1/1/2020 تم تأسيس منشأة اليمن الخدمية، وفي ما يلي العمليات التي تمت، بلغت إيرادات المنشأة خلال سنة 2020 مقابل الخدمات التي تقدمها للعملاء مبلغ 6,200,000 ريال، منها 1,750,000 ريال تمت على الحساب فيما تم تحصيل الباقي بالشيكات. تم تحصيل 60% من المبالغ المستحقة على العملاء خلال السنة، فيما يمثل باقي المبلغ رصيد المدينين في 31/12/2020. إن يظهر رصيد المدينين قائمة الدخل، صح، في نهاية السنة أين يظهر رصيد المدينين؟ رصيد المدينين وين يظهر؟ قائمة التدفقات النقدية، قائمة الدخل، قائمة المركز المالي، أو قائمة الأرباح والخسائر؟ أين يظهر رصيد المدينين؟ من جاوب هنا؟ ممتاز، إذن يظهر رصيد المدينين في قائمة المركز المالي، في قائمة المركز المالي. في بداية مارس عام 2021 تم إعدام مبلغ دين 30,000 ريال يمثل رصيد العميل سالم المرحل من العام السابق، وفي 13/12 من نفس العام تم إعدام دين بمبلغ 30,000 ريال يمثل رصيد العميل رامي، المطلوب إثبات قيود اليومية والإقفال بشكل شامل خلال عام 2020. خلال عام 2020 2، معالجة الديون المعدومة خلال سنة 2021 بافتراض أن المنشأة تتبع طريقة المخصص، بلاغة الديون المشكوك في تحصيلها مبلغ 70,000 ريال، مبلغ 70,000 ريال. إذا إحنا الآن نمسك المثال، كم المبلغ الإجمالي عندنا؟ سؤال، المبلغ الإجمالي كم؟ نشوف المبلغ الإجمالي يساوي، لما نمسك الحل، 6,200,000 ريال، 6,200,000 ريال. إيش قال بالسؤال؟ قال منها 1,750,000 ريال تمت على الحساب فيما تم تحصيل الباقي بالشيك، بمعنى كم هنا اللي على الحساب؟ كم؟ 1,750,000 ريال على الحساب، والباقي كم الفارق؟ من يقول لي كم الفارق؟ 4,450,000 ريال. هذه يسمى إيش؟ إيش تسمى هذه؟ بنك، صح؟ تسمى بنك لأنها بشيك، تسمى بنك. أنت تحل كذا، طبعاً أنتوا الاختبار حقكم لا زال مقالي، صح؟ المادة هذه مقالي أو اختيارات؟ يبدو أنها مقالي، لكن تزودوا تأكلوا. في حالة أني مقالي هكذا يكون الحل، يكون الحل هكذا بالتفصيل الممل، كل شيء مطلوب منك تمهيد للحل، هذا يسمى تمهيد للحل.
تمهيد للحل، هذا مطلوب على أي درجة؟ تمهيد للحل، تمام. الآن إيش باقي؟ الآن قال الشيء قيد اليومية، قيد اليومية، إيش أول قيد عندنا؟ 6,200,000 مقابل خدمات تم تقديمها للعملاء، هذه عبارة عن إيرادات، والإيرادات إيش معناتها؟ هل دفع أو تحصيل؟ الإيرادات، الإيرادات معناتها إيش؟ تحصيل، صح؟ إذن بتكون من حساب من؟ من حساب من؟ كيف بيكون القيد؟ من يقول لي إيش طبيعة الإيرادات؟ طبيعة الإيرادات دائنة طبيعتها. إذا نحن الآن بنسوي عملية تحصيل، كيف بتكون؟ من حساب البنك بكم؟ من حساب البنك 4,450,000، 4,450,000، 1,750,000. إيش تسمى هذه؟ بالآجل، ممتاز. إيش الدائنين؟ ناقد، هي عملية. اقرأ تمام. بلغت إيرادات المنشأة، إيرادات مش تحصل، بلغت إيرادات. أنت استلمت أو يعني بعت بضاعة، قدمت خدمة وحصلت على مبالغ 6,200,000، جاب لك شيك والباقي قال لك إيش عندي؟ إيش من تحمله هنا؟ خطأ يا معز، خطأ. ها هيا سينا، من؟ إيش هذا أفنان؟ سينا إيش نكتب هنا؟ أفنان، إيش نكتب هنا يا أفنان؟ ولا ندى؟ من يقول لي هنا إيش نسوي؟ من حساب البنك إلى حساب الإيرادات، خولة. أنا قد سويت الآن البنك، طيب إحنا باقي معنا مبلغ أصلاً، لأن المبلغ الإجمالي 6,200,000، 6,200,000، كيف بيكون القيد؟ من حساب مذكورين، من هم مذكورين؟ حلا وسيناء، ممتاز سيناء. إذن هنا المبلغ هذا بيكون لمن؟ حساب من؟ اشتيلكم انتم معكم مادة لصاق قد خلصتوها، حساب من هنا؟ حساب المدينين، المدينين الى حساب من؟ الى حساب الايرادات، الى حساب الايرادات. واضح القيد هذا؟ واضح القيد هذا؟ من حساب البنك من حساب البنك، حساب المدينين إلى حساب الإيرادات. هنا عاد يكتب من حساب مذكورين، من حساب مذكورين إلى حساب الإيرادات، إلى حساب الإيرادات. واضح القيد هذا ولا لا؟ هذه نقاط مهمة بالامتحان، المادة هذه تحتاج تكتبوا فيها كل شيء. يعني انتوا الان اختبار ومدري ايش ما قد خلصتوش، صح؟ ايش يسمى هذا؟ قيد ايش؟ الشرح حقه قيد ايش؟ اثبات، ممتاز يا معز، ممتاز. قيد اثبات، ممتاز يا سينا. قيد اثبات ايراد المنشأة، معز ولا معاذ؟ ملا معاذ، مش هكذا، مش هكذا يا معاز. طيب ايش القيد الثاني؟ من يقول لي؟ شوفوا ايش قال. قال تم تحصيل 60% من المبالغ المستحقة على العملاء خلال السنة فيما يمثل باقي المبلغ ورصيد حساب المدينين في 31/12/2020. ها إيش نسوي الآن هنا؟ من يقول لي؟ ركزوا على حلي بهذا المثال، تحلوا نفسه بالامتحان.
بالتفصيل. الآن نروح إيش قال هو؟ قال تم تحصيل بالمئة من المبالغ المستحقة. كم هي المبالغ المستحقة؟ المبالغ المستحقة، المبالغ المستحقة تساوي مليون، اللي هنا المدينين، مليون وسبعمية وخمسين ألف، مليون وسبعمية، مليون وسبعمية وخمسين ألف ريال، صح؟ إيش قال هو؟ قال تم تحصيل 60% منها، تم تحصيل 60% منها. إذا المبلغ المحصل منها، أيوة الآن المبلغ مش من 6,200,000 يا حلا، المبلغ مش من 6,200,000، المبلغ من اللي هو المستحق 1,750,000. إذا 1,750,000 في 60 على 100 يساوي كم؟ 1,050,000 ريال، 1,050,000 ريال. طيب كم إذا رصين حساب المدينين بالقائمة المركز المالي؟ إذا رصيد المدينين في قائمة المركز المالي كم يساوي في قائمة المركز المالي؟ يساوي 1,750,000 ناقص 1,050,000 يساوي 700,000 وحدة، 700,000 وحدة. أوكي الآن اتفقنا الآن، ها في شيء مش واضح هنا؟ 700,000 ريال وليس وحدة يا مركزين، 700,000 ريال. طيب إيش باقي الآن معنا؟ إيش بنسوي الآن؟ الآن نسوي القيد. ممتاز جدا. إيش بيكون القيد يا معاذ؟ ها، من حساب الإيراد المستحق إلى حساب المديني. كيف؟ حساب الديون المعدومة إلى حساب المدينين. لا، من الآن اشتي واحد يفكر؟ الآن قدامنا شيئين، حسابين، إيش هن؟ أفنان، لماذا أفنان؟ إجاباتك خاطئة كامل. حساب، لا شاركي بس، يعني أنت ذكية بس اليوم ما فيش إجابة صحيحة. ممتاز يا سينا. إذن هنا عندنا طالما تم تحصيل، قال تم تحصيل، من قول تم تحصيل إيش معناته؟ من حساب من؟ تم تحصيل من حساب من؟ من حساب النقدية. ممتاز، من حساب النقدية، ها، أو الصندوق عادي. حساب من الثاني؟ الحساب الثاني إيش بيكون؟ من اللي سدد؟ حساب المدينون. إلى حساب المدينون. ممتاز، إلى حساب المدينون سدد جزء من المستحق للعملاء، سدد جزء من المستحق للعملاء. إيش يا أفنان؟ أوكي ولا لا؟ أنا قلت قيد اليومية، نبدأ قيد اليومية لنشوف إيش المطلوب. قيود اليومية والإقفال، قيود اليومية والإقفال، قيود اليومية والإقفال. ممتاز، ها. طيب الآن إيش بنسوي بعد ذلك؟ إيش بيكون قيد الإقفال يا أفنان؟ ها، خلوا أفنان جاوب. إيش الآن بيكون قيد الإقفال؟ الآن سوينا قيود الإثبات كامل، الآن إيش قيد الإقفال؟ إيش بيكون؟ آه، ممتاز يا روان، ممتاز جدا روان مصطفى، جواب إجابة سليمة. كيف بيكون قيد الإقفال هنا؟ جاوبوا هنا بالشات. قمنا بعملية الإثبات، الآن نشتري الإقفال. وين تقفل الإيرادات؟ وين تقفل؟
في حساب الأرباح والخسائر. إذن بيكون القيد من حساب من؟ من حساب الإيرادات بكم المبلغ؟ ممتاز يا سينا، 6,200,000 إلى حساب الأرباح والخسائر، إلى حساب الأرباح والخسائر، صح ولا خطأ؟ إلى حساب الأرباح والخسائر. قيد قيد إثبات إيراد المنشأة أو قيد إقفال إيراد المنشأة، قيد إقفال، قيد إقفال إيراد المنشأة. ممتاز إلى هنا، واضح إلى هنا. طيب اللي بعده إيش نشتين؟ الآن وصلنا إلى عند النقطة الحمراء. الآن في بداية مارس، مارس شهر كم؟ مارس شهر كم؟ شهر ثلاثة. مارس شهر ثلاثة، ممتاز. في بداية مارس عام 2021 تم إعدام مبلغ 30,000 ريال، ويمثل رصيد العميل سالم خلال المرحل من العام السابق. كيف مرحل؟ من يقول لي؟ ها شتي واحد يشرح لي شرح. في بداية مارس عام 2021 تم إعدام مبلغ دين 30,000 ريال، يمثل رصيد العميل سالم المرحل من العام السابق. إيش معنى؟ إيش معنى هذا؟ كم باقي من السنة اللي قبلها؟ أوكي، ممتاز يا خولة. ها ممتاز يا خولة. ها واحد آخر، رصيد باقي من السنة الأولى، ممتاز روان. ها يعني هذا كان على العميل في السنة الفترة السابقة، جاء 31/12 من الشهر ما سددوش، وصلنا لشهر ثلاثة تم إعدام المبلغ. طيب كيف بيكون القيد هنا؟ من يقول لي كيف نسوي القيد؟ ممتاز يا هلا، يعني ما دفع حق السنة، ممتاز. كيف نسوي القيد؟ من حساب الديون المعدومة، ممتاز. إلى حساب من؟ إلى حساب المدينين، ممتاز يا هلا، ممتاز جدا. كم المبلغ؟ كم المبلغ؟ 30,000 ريال، 30,000 ريال. ليش 30؟ من يقول لي ليش 30؟ لأنه معطى. ها تمام، ممتاز. من 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 عنده فكرة؟ سينا، كم المبلغ المذكور؟ ممتاز، 30,000 من حساب من؟ ثلاثين ألف من حساب، 30,000 إلى حساب المدينون، إثبات إعدام دين العميل سامي، صح؟ إثبات، قيد إثبات إعدام دين العميل سامي. ها اللي بعده إيش هو؟ إيش باقي معنا؟ أو سالم، العميل سالم، إيش باقي معنا هنا؟ إيش باقي معنا؟ من يقول لي إيش باقي معنا؟ نفس القيد الأول؟ لا يا سينا، الآن ما نقومش نثبت حق رامي، لأن رامي في آخر السنة، إحنا عاد إحنا في شهر ثلاثة، في شهر ثلاثة. طيب إحنا الآن نشتي نعالج الديون المشكوك في تحصيلها. في آخر قيد بيكون حق رامي، آخر قيد بيكون حق رامي، نقوم بمعالجة الديون المشكوك في تحصيلها من خلال، من خلال إيش؟ من يقول لي؟ من حساب مخصص الديون المشكوك في تحصيلها. لا حساب من؟ كم المبلغ؟ كم طلع رصيد الديون المعدومة؟ الديون المعدومة هنا كم؟ هل فيه هنا ديون معدومة في هذه القيود؟ ما فيش. هنا كم في ديون معدومة؟
ما فيش، وهنا كم؟ 30,000، صح. طيب بنهاية السؤال قال معالجة الديون المعدومة خلال سنة 2021 بافتراض أن المنشأة تتبع طريقة المخصص وبلغت الديون المشكوك في تحصيلها في 13/12/2021 مبلغ 70,000 ريال، أنا بنسوي كذا. ها اثناعش اثناعش 2021 كم الآن الديون المعدومة؟ ركزوا لنا حق العميل رامي في 13/12 واحنا نشي في تاريخ 12/12 30,000 من حساب مخصص الديون، 30,000 إلى حساب الديون المعدومة، 30,000 حق إيش 30,000؟ ممتاز يا سينا. إذن الآن نقوم بعملية إقفال للديون المعدومة، هذا أولا نقوم بعملية إقفال إيش الديون المعدومة، نقوم بإقفال الديون المعدومة. كم هي الديون المعدومة؟ كم هي حلال الديون المعدومة؟ 30,000. كم الديون المعدومة يا أفنان؟ كم الديون المعدومة؟ 30,000. لا 60,000. لا من هنا؟ أمل، كم الديون المعدومة؟ أمت عادل، كم الديون المعدومة؟ دلال، خولة، يسرى، ندى، كم؟ كم الديون المعدومة؟ 10,000. خطأ. ها يا أفنان كم؟ لا ماشي. كم يا سيناء؟ 60,000. الدين المعدوم في بداية مارس هي مرحلة من العام السابق والذي يتم إقفال الجميع. كم؟ طيب ممتاز يا سينا، كم إذا المبلغ؟ 60,000. حق من قصدك؟ حق العميل رامي والعميل سامي. نشي الآن في تاريخ 12/12 مش 13/12. 600,000. من فين جبت 600,000؟ ممتاز يا معاذ، ممتاز يا معاذ. إذن نقوم بإقفال المبلغ اللي هو 30,000 زائد 70,000 زائد 70,000 يساوي 100,000 يساوي 100,000 ريال. وبعد ذلك نقوم بعملية الإثبات ويكون القيد، نقفله بالمخصص 100,000 100,000 من حساب مخصص الديون، من حساب مخصص الديون المشكوك في تحصيلها إلى حساب الديون المعدومة، إلى حساب الديون المعدومة. طبعا منين جاءت 100,000؟ 30,000 حساب ال 30,000 حساب العميل، دين العميل، حساب العميل سامي، سبعين ألف رصيد الديون المشكوك في تحصيلها المذكورة في نهاية السؤال، رصيد الديون المشكوك في تحصيلها، رصيد الديون المشكوك في تحصيلها الموجودة في نهاية السؤال، في نهاية السؤال. طيب إلى الآن لأن قبل تاريخ 13 يا روان، قبل تاريخ 13 في معنا هنا مثال مهم. طبعا هذا المثال اللي على الشاشة جابته طالبة
أيوه عندي من أقل. كم الدين معدوم نهاية الفترة؟ 70,000 مش 30,000. منين جبت 30؟ 70 زائد 30 يساوي 100. طيب هذا المثال اللي على الشاشة، هذا طالب جابته، سؤال جابته طالبة. شوفوا كيف طبيعة السؤال. عندنا أرصدة مدينة، لا هذا رصيد ديون، هذا ديون مشكوك في تحصيلها يا سينا، مش رصيد المخصص. شوف السؤال، هذا السؤال مهم اللي بالشاشة الآن. استخرجت الأرصدة التالية من دفاتر منشآت الإخاء في 31/12/2020، أرصدة مدينة ودائنة، عندنا مدينون 1,780,000، عندنا ديون معدومة 70,000، عندنا مبيعات 7,800,000، وعندنا مخصص ديون مشكوك في تحصيلها 90,000 ريال. في نهاية الفترة توفرت لديك البيانات التالية. نهاية الفترة 31/12، تم إعدام دين على العميل سامي بمبلغ 10,000 ريال. أراد تكوين مخصص الديون المشكوك في تحصيلها بنسبة 5% من المبيعات الآجلة، مع العلم أن المبيعات النقدية تمثل 35% من إجمالي المبيعات. المطلوب إجراء قيود التسوية والإقفال اللازمة، تصوير حساب الأستاذ. إيش مع طيب هنا القيود إيش؟ برجع أتناقش أنا وأنت يا سينا بسبب الموضوع هذا حق الرصيد. إذا إيش الفرق ما بين هذا السؤال والسؤال الأول؟ ممتاز يا أفنان، ها إيش الفرق ما بين هذا السؤال والسؤال الأول؟ نسبة المبيعات. لا ها، من يقول لي؟ ممتاز، هنا ظهر ميزان المراجعة، هنا أيضا ما يشتيش مننا قيود اليومية، صح ممتاز. طيب كيف بيكون الحل هنا؟ أول نقطة يشتي، ممتاز، نقوم بإعدام، إثبات إعدام الدين أولا، هكذا تكتب، نقوم بإعدام دين العميل، دين العميل سامي. كم منه دين العميل سامي؟ السؤال هذا سؤال مهم جدا جدا جدا. كم دين العميل سامي؟ 10,000. إذا بيكون القيد من حساب من؟ القيد 10,000 من حساب الديون المعدومة، 10,000 إلى حساب من؟ إلى حساب من؟ المديني، إلى حساب المديني. قيد إثبات الدين المعدوم العميل سامي. ها اثنين، ايش بعد ذلك؟ معاذ، نقفله في المخصص. ها من يقول ايش نسوي الان؟ نقوم بحساب مجموع الديون المعدومه. كم الديون المعدومه؟ ممتاز يا سينا، ممتاز. نقوم بحساب إجمالي الديون المعدومة للفترة المالية، والتي بلغت كم؟ كم بلغت؟ ممتاز، 10,000 زائد 70,000. منين جبنا 10,000؟ 10,000، هذه العشرة الألف. والـ70,000 منين جبناها؟ 70,000 منين؟ منين جبنا 70,000؟ من السؤال، ممتاز، من ميزان المراجعة. إذا الديون المعدومة هنا كم؟ 80,000 ريال، 80,000 ريال، ممتاز. إذا الآن نقوم بعمل إيش؟ نقوم بإقفال الديون، ممتاز، نقوم بإقفال الديون المعدومة في حساب المخصص. كم الديون المعدومة؟ المخصص كم؟ يراد تكوين مبلغ كم الآن؟ الديون المشكوك في تحصيلها كم؟ من يقول لي؟
80,000 ممتاز من حساب مخصص الديون المشكوك في تحصيلها، مخصص الديون المشكوك في تحصيلها 80,000 إلى حساب الديون المعدومة. طيب الآن معنا 80,000 هنا، هذه 80,000. إحنا بالسؤال معنا مخصص ديون مشكوك في تحصيلها كم؟ 90,000. إذا كم معنا زيادة؟ 10,000. وفقا لهذا الاختيارات وين نعالجه؟ شوفوا الخياراتها وين يروح الباقي؟ يقفل في حساب الأرباح والخسائر. يقفل في حساب الأرباح والخسائر. ها واحد آخر، معاذ يقول في حساب الأرباح والخسائر أيضا، روان يقفل في حساب الأرباح والخسائر. ها من؟ شوفوا هل أنا أدت لكم النقاط هذه؟ ممتاز، أدت لكم النقاط هذه في بداية المحاضرة علشان تعرفوا الآن. ممتازة سينا، سينا فقط الوحيد اللي جاوب على السؤال. هنا يتبقى مبلغ في حساب المخصص، يتبقى مبلغ في حساب المخصص. كم يتبقي الآن؟ المبلغ المتبقي بكم؟ 10,000 ريال. المبلغ المتبقي 10,000 ريال. 10,000 ريال. أعتقد واضح صح ولا لا؟ واضح هذا السؤال؟ هذا طالب أعتقد أنه جابه سؤال من الامتحان أو زي كذا. طيب الآن إيش نقوم؟ إيش نسوي؟ نكون مخصص. ممتاز، نقوم بتكوين المخصص. ممتاز جدا، نقوم بتكوين المخصص. كم من المبيعات؟ المبيعات كم؟ المبيعات رأت تكوين مع العلم. كم من المبيعات؟ 7,800,000. ممتاز، 7,800,000. بس هو كم قال؟ يراد تكون مخصص ديون في تحصيلها بنسبة 5%. كم 5%؟ المبيعات 7,800,000 ريال. طيب نسبة المبيعات الآجلة كم تساوي؟ المبيعات الآجلة، ركزوا هنا، المبيعات النقدية عبارة عن 35%. الآجلة تساوي 60-65. عرفتوا ذي منين جاءت أو لا؟ شوفوا السؤال، قال علما بأن مخصص الديون المشكوك في تحصيلها يراد تكوين مخصص ديون مشكوك في تحصيله 5% من المبيعات الآجلة، مع العلم أن المبيعات النقدية تمثل كم؟ 35، صح؟ إذا المبيعات النقدية تساوي 35، كم 35؟ 35 كم المبلغ؟ أيوة، 7,800,000 × 35 كم يساوي هنا؟ 2,730,000. ممتاز. طيب والمبيعات الآجلة 65 كم يساوي؟ 5,700,000. كم؟ 5,000,000. أيوة، 5,700,000. طيب ممتاز. الآن إحنا نشي نكون المخصص، يراد تكوين مخصص ديون مشكوك في تحصيلها بنسبة 5% من إيش؟ مبيعات. أي مبيعات؟ الآجلة. الآجلة، ممتاز. 5,700,000 في 5%، صح ولا لا؟ كم يساوي؟ يساوي 253,500. ممتاز، 253,500 ريال. طيب الآن هذا إيش هو؟ إيش يمثل هذا الرقم؟
هذا المخصص الجديد. المراد تكوينه. ممتاز. طيب إيش بيكون القيد هنا؟ قيد المخصص إثبات التسوية. قيد المخصص إيش هو؟ من حساب. من حساب من؟ مخصص. مخصص إيش؟ طبعا الباقي اللي هو 10,000 ما رح نحتاجها في ذي الخطوة. المتبقي. إيش صح؟ كلامك صح. الآن إحنا الآن إيش نثبت المخصص أو نثبت قيد تسوية المخصص؟ بإيش بيكون القيد؟ من حساب مصاريف الديون المشكوك في تحصيلها إلى حساب مش كذا معاذ. هاي سينا كيف بيكون الحل؟ أفنان كيف بيكون الحل؟ كملي. أمل 205 253,500 من حساب. ممتاز يا سينا. من حساب مصروف المخصص 2,5,3,5 إلى حساب مخصص الديون المشكوك فيها. مخصص الديون المشكوك. مخصص الديون المشكوك في تحصيلها ويتم إيش ثم بعد ذلك؟ ثم نقوم بإقفال المبلغ. فين نقفله؟ حساب قائمة الأرباح والخسائر. بحساب الأرباح والخسائر. في حساب الأرباح والخسائر. واضح السؤال هذا الآن؟ واضح السؤال هذا؟ لأن معي سؤال الآن بسألكم، هل واضح السؤال هذا أو لا؟ أنا بسأل كل واحد، اللي مش واضح. طب يعني كذا خلصنا ولا أيوة باقي؟ خلاص. لأنه طلب قيود التسوية. إيش طلب عندنا؟ إحنا الآن قمنا بالعملية الأولى فقط اللي هي قيود التسوية والإقفال فقط. أما تصوير حسابات اللازمة هذه عليك، عبارة عن فتح حساب أستاذ وخلاص. من حساب. طيب واضح الآن قيود التسوية الآن واضحة كيف؟ أي 10,000؟ حق إيش؟ حق العميل سامي. هذه 10,000. أيوة. وين راحت 10,000 الباقي؟ وين راحت يا سينا؟ وين راحت 10,000؟ سؤال ممتاز يا أفنان. ليش؟ ممكن تشرحي لنا بشكل أوسع؟ طبعا 10,000 هنا يتم تجاهلها لأنه تم اعتماد المبيعات الآجلة. 65% يا روان من هنا. هذه وين السؤال؟ شوفي هنا إيش قال. قال المبيعات النقدية 35% من إجمالي المبيعات. طيب كم باقي لما توفي 100%؟ كم باقي؟ باقي كم؟ 35 ناقص 100 كم يساوي؟ 65%. أيوة 65%. نضربها 7,800,000 في 65%. طبعا 10,000 يا أفنان يتم تجاهلها لأنه الشركة أو المؤسسة استخدمت تقديرات المبيعات الآجلة. الآن هذا السؤال واضح؟ لأن أنا معي نقطة أوصله لكم. هل السؤال هذا واضح؟ طيب أرجع الحل. صوروا هذا الحل لأن معي معي سؤال. صوروا هذا الحل. هذا مثال مهم. جابته طالبة حسب كلامها أنه واجهت أنه العام الماضي جاب امتحان أو كذا. هذا المثال. خلاص صوري هذا. طيب نرجع للسؤال الأول.
نرجع للسؤال الأول، أي 10,000؟ لأن السؤال، لأن الشركة تعتمد تقديرا أو التقديرات المبيعات الآجلة بالمثال. ها هلا شوفي هنا إيش تعتمد المبيعات، إيش من المبيعات الآجلة الشركة تعتمد تقديرات المبيعات الآجلة. طيب السؤال الأول هذا إيش معنى من خطأ هنا؟ من يقول لي؟ طبعا في طالب واحد اللي كان يقول لي في خطأ. إذا ما أعطيك مبيعات حسب طلب السؤال، هذا السؤال مثلا، هذا السؤال ما نشوف، هل هذا أعطي مبيعات إيرادات؟ هذا السؤال إقفال الديون المعدومة، سيناء أحمد. ممتاز يا سيناء. في واحد هنا يقول لي إيش 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 الخطأ بهذا المثال؟ القيد رقم كم؟ المبلغ خاطئ 100,000، المبلغ الصحيح 60,000. واحد غير سيناء، واحد غير سيناء، كم المبلغ؟ هنا الخطأ صح. يا أفنان ولا أمل ولا معاد، إيش الخطأ هنا؟ إيش نسوي هنا يا سيناء؟ في معنا خطأ هنا، إيش هو؟ إيش هن؟ ممتاز، ها ممتاز يا روان، إيش هو؟ ممتاز، لم نقم بإثبات، لم نقم بإثبات دين العميل رامي. إذن الآن نقوم بالخطوة، الآن انتهينا من الخطوة هذه لعملية إقفال إرادة المنشأة. الآن نتجه إلى أين؟ إلى حساب الإعدامات. ممتاز، لم نثبت دين العميل أو إعدام دين العميل رامي، نقوم بعمل المخصص. أرجع لكم للاختيارات، ركزوا هنا، بعمل المخصص كالآتي. كم يكون المبلغ هنا؟ 70,000 من حساب مصروف الديون المعدومة، 70,000 إلى حساب من؟ 70,000 إلى حساب، إلى حساب من؟ ممتاز، مخصص الديون المشكوك في تحصيلها، في تحصيلها. آخر شيء إيش معنا؟ نقفل الديون المشكوك في تحصيلها في حساب من؟ 70,000 من حساب أرباح وخسائر، 70,000 إلى حساب مصروف الديون المشكوك في تحصيلها. من يقول لي منين جاءت 70,000؟ أشتي واحد يقول لي منين جاءت 70,000؟ 70,000 منين جاءت؟ هذا السؤال. بس واحد غير سيناء، من هو منين جاءت 70,000؟ أين المخصصة؟ هلا ممكن تقول لي وينه؟ وين 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 مكانه؟ ممتاز جدا. إذن هذا مبلغ 70,000. ممتاز يا أفنان، اللي قفلناه في حساب، هذا مبلغ 70,000 اللي قفلناه في حساب الأرباح والخسائر. طيب هنا الديون المعدومة، هل هي أكبر من المخصص أو أقل؟ أكبر. أكبر. كم من الديون المعدومة؟ كم تمثل الديون المعدومة؟ ثلاثين ألف. عبارة عن كم يا أسرار يا سيناء؟ كم تمثل الديون المعدومة؟ 60,000. 60,000 من حساب، 60,000 من حساب الديون المعدومة، 60,000 إلى حساب، إلى حساب المدينين، إلى حساب المدينين. طيب 60,000 هذه حق من؟ من يقول لي؟
60,000 من حساب الديون المعدومة، 60,000 إلى حساب المدينين. ها، اللي عبارة عن دين سالم ورامي، دين سالم ورامي. طيب هنا الديون المعدومة 60,000، بما أن الدين المعدوم يساوي 60,000 والدين المشكوك في تحصيله سبعين ألف، الفارق يساوي 10,000، أكبر من الدين. إذن بيكون المعالجة كما يلي. كيف يتم المعالجة هنا؟ كيف تكون المعالجة هنا؟ نرجع للاختيارات. كيف بتكون المعالجة هنا؟ رصيد المخصص أكبر من رصيد الديون المعدومة. هنا الديون المعدومة كم يا سيناء؟ إجابتك خطأ. الديون المعدومة كان 60,000 والدين المشكوك في تحصيله 70,000. وهلا خطأ. روان صح. رو هذا، رو رقم 2 عند إقفال حساب الديون المعدومة في حساب المخصص في نهاية الفترة، وكان رصيد الديون المعدومة أقل من رصيد المخصص، يعني المخصص أكبر من الديون المعدومة، فإنه إيش؟ يتبقى مبلغ في حساب المخصص. واضح الآن؟ هل طبقت هذا الأسئلة على الجانب العملي؟ على السؤال الأول والثاني، هذا السؤال مهم جدا. واضح؟ طيب بدي لكم بعض الأمثلة بشكل سريع إمكم بالامتحانات. هذا السؤال اللي أمامكم، ظهر رصيد حساب المرتبات والأجور في 31/12/2015 مبلغ 1,320,000 ريال، علما بأن المرتبات والأجور الشهرية مبلغ 120,000 ريال. كم رصيد التسوية هنا؟ كيف بيكون القيد بشكل سريع؟ معنا مجموعة من الأسئلة مهمة جدا. من يحل هذا بشكل سريع؟ هذو أسئلة مهمة جدا بشكل سريع. ها، مليون وكم؟ 1,440,000. 120,000. أيوة، يضربها في 12 تمام عشان يطلع لي قيمة السنة. تمام. وبعدين بطرحها من 132,000، لا، المليون 320,000 عشان أطلع المبلغ المقدم. تمام. وبثبت فيها بيكون قيد التسوية من حساب المرتبات والأجور مدفوع مقدما. أيوة. إلى حساب مرتبات وأجور، والمبلغ اللي طلع معاي يوم طرحتها. المبلغ اللي طرحته بطرحها كمان من 1,320,000. خطأ يا أفنان، خطأ. يعني حاولتي لكن ما ركزتيش على شيء فقط. صح يا سينا، يكون قيد التسوية، ركزوا على هذا الامتحان. 120,000، الأسئلة هكذا تجي لكم.
من حساب المرتبات والأجور 120,000. طبعا سيناء ومعاذ حلوا صح، مرتبات أجور مستحقة، مرتبات أجور مستحقة. ثم إيش معنى قيد الإقفال؟ بيكون من حساب من إلى حساب من؟ قيد الإقفال بيكون 1,440,000 من حساب من؟ ها، من يقول لي من حساب من؟ مرتبات وأجور. ها؟ من حساب المرتبات والأجور لحساب الأرباح إلى حساب الأرباح أرباح الخسائر إلى حساب المرتبة. ممتاز، من حساب الأرباح والخسائر 1,440,000 إلى حساب المرتبات والأجور. مرتبات وأجور، ركزوا على هذه الأسئلة. طيب المثال اللي بعده، مثال رقم 5، هذه أسئلة منوعة. كان أرصدة أوراق القبض 1,100,000 في 31/12، مصاريف الخصم 40,000، مخصص خصم أوراق القبض 60,000، وعند الجر تبين أن القيمة الحالية لأوراق القبض 1,000,000 ريال، ما هو قيد التسوية؟ ما هو قيد التسوية؟ فمن يحاول هنا؟ 40,000 من حساب من؟ من حساب من؟ مخصص خصم أوراق القبض 40,000 إلى حساب. أولا نقفل. ممتاز يا سيناء، ممتاز جدا. يعني سيناء فقط اللي قرأت الكتاب أو كيف؟ 40,000 إلى حساب مصاريف خصم أوراق القبض 40,000. 2، إيش نسوي؟ إيش نسوي برقم 2؟ تكوين مخصص. أيوة، بكم؟ الآن نثبت، بالنهاية نقفل. هذه أسئلة بسيطة، هذه أسئلة الامتحان هكذا. 100,000، ليش 100؟ هاي سيناء، كيف نسوي هذه؟ ممتاز، كم بيكون المبلغ؟ كيف تكون مخصص جديد، كم المبلغ؟ يا سلام، كم الفرق؟ 100 ولا كم؟ 100، 980,000. كيف طلعتيها؟ عشان نسوي أوراق القبض بمعدل، أوكي، كم تطلع يا خولة؟ 1,100,000 ناقص 1,000,000، الفرق ما بين القيمة الإسمية والقيمة الحالية، لا ماشي. سيناء، أيوة، كيف يطلع معك 80,000؟ يلا يا فنان، كيف طلع؟ أول شيء أخذت أوراق القبض، معدل مبلغ أوراق القبض، وطرحتها من القيمة الجرد. طيب قولي لي أول مبلغ كم؟ قولي نعمل كذا. طلع معي 100,000، وطرحتها من، طلع معي 100,000 تقريبا، وطرحتها اللي هي تقريبا المراد تكوين، مخصص المراد تكوينه. تمام، وبعدين طرحتها من اللي هو المتبقي، اللي هو من 40,000 ناقص 60,000 يطلع معي 20,000. تمام، طرحتها من بعض أعطاني 80,000. ها؟ طرحتها من بعض كم طلع؟ حلك صح، الرقم صح، لكن كيف طلعتي؟ ما قلت ليش كيف؟ ثمانين ألف من حساب مصاريف خصم أوراق، خصم أوراق قبض متوقعة 80,000 إلى حساب مخصص
أوراق القب، صح كلام أفنان، لكن ما جابت لنا شو الحل، كيف ما عرفتوش أنا كيف يعني الآلية. سينا جاوبة صح، ممكن تشرحي ثانية؟ أم أيوة، لكن أنا أشيل الرقم من جبتوه، وعن الرقم 100,000 ناقص 20,000 يساوي 80,000. ممتاز يا سينا، ممتاز. أفنان جاوبة ومايش واثقة من نفسه، لذلك انسحب الفرق، واللي إجابتها هي الصحيحة. الفرق بين المخصص المتبقي والمخصص الجديد، طلعنا هذا واضح لكم الفرق ما بين المخصص المتبقي والمخصص الجديد، ثم نسوي قيد في نهاية السنة من حساب أرباح وخسائر إلى حساب مصاريف خصم. هذه أمثلة مهمة جدا، أنا أحاول أستي لكم أكبر قدر من الممكن على أساس المحاضرة اليوم آخر محاضرة. طيب، هذا المثال، اشترت منشأة آلة بمبلغ 200,000 ريال، اشترت منشأة آلة بمبلغ 200,000 ريال، قدر عمرها الإنتاجي ب5 سنوات، وقيمة النفاية 50,000، ما هو قسط الإهلاك ومجمع الإهلاك والقيمة الدفترية؟ ها، الواحد على نقطة. من صورت هذا المثال؟ صوروا هذا في 1/1/2019، اشترت منشأة آلة بمبلغ 2 مليون ريال أو 200,000 ريال، قدر عمرها الإنتاجي 5 سنوات، وقيمة النفاية 50,000 ريال، فما هو قسط الإهلاك ومجمع الإهلاك والقيمة الدفترية؟ قسط الإهلاك يساوي مجمع الإهلاك يساوي والقيمة الدفترية يساوي قسط الإهلاك 30,000 ريال، صح. مجمع الإهلاك، مجمع الإهلاك كم؟ كم معنا سنوات؟ 5. 5 سنوات. والخردة كم؟ 50,000. 50,000. وقيمة الأصل كم؟ هكذا بدون ما نحتاج نفكر كثير، كم قيمة ال 200,000، صح؟ كم إذا مجمع الإهلاك؟ من يجاوب؟ في إجابة بس ما تتكلمش. ها؟ مجمع الإهلاك كم؟ ممتاز يا معاذ، ممتاز جدا. سينا ممتاز. 1,500,000. كم؟ من يقول لي كم قسط الإهلاك؟ 30,000، صح. عبارة عن، أنا شو أوضح هنا، عبارة عن 200,000 ناقص 50,000 يساوي 150,000 قسمة 5 سنوات يساوي 30,000. هذه وضحت منين جاءت؟ قسط الإهلاك، معنا 200,000، معنا نهاية السنة الخردة 50,000، معنا عدد 5 سنوات، طلعنا 200,000 ناقص الخردة 50 يساوي 150 على 5 من 30,000، هذا قسط الإهلاك السنوي. طيب، مجمع الإهلاك كم؟ طرحنا 30,000 من 200، أيوة، يعطيني 170. 170,000. لا ماشي، ما يحتاجش حتى واحد انه يحل، فقط ركز، ركزوا شوية كذا بس. كم مجمع؟ طبعا معاذ وسينا قد حلوا صح. كم مجمع الإهلاك؟ 200,000 ناقص 50,000. 200 ناقص قيمة النفاية 50,000، يعني 150. 150
يعني أنت ربما جاوبك صح، لكن ما ركزتش في نقطة أصلا، في نقطة أخرى من يركز عليها؟ أفنان 120,000 خطأ، نجم خطأ، هنا خطأ، فقط سيناء ومعاذ اللي جاوبوا صح. من يقول لي مجمع عليه لك كم؟ هذا السؤال أمامك يا نجم. عندنا منشأة ب200,000، عفوا أصل ب200,000، العمر الإنتاجي 5 سنوات، قيمة النفاية 50,000، قسط الإهلاك أشمنا قسط الإهلاك، قسط الإهلاك طلعناه 30,000، مجمع الاستهلاك. ممتاز. إذا الآن خولة طلعت مجمع الإهلاك، مجمع الإهلاك يساوي 30,000. ليش 30,000؟ قالت لأنه ما في مجمع السنوات الذي قبلها. يعني عاد احنا بأول سنة، قسط الإهلاك 30، مجمع الإهلاك نفسه 30,000، صح ولا لا؟ ممتاز. إذا معنا خولة وسينا ومعاذ 30,000. طيب القيمة الدفترية كم؟ القيمة الدفترية كم؟ ممتاز يا سينا، واحد غير سينا، الشيل كل الآن يشارك. 200,000 القيمة الدفترية. سينا متأكدة يا سينا أنه هكذا يطلع؟ كم القيمة الدفترية؟ أطرح المبلغ الأساسي من مجمع الإهلاك، تطلع 170,000. 170,000 الكلفة ناقص مجمع الإهلاك، كم الناتج؟ ممتاز. إذن القيمة الدفترية 170,000 ريال. 170,000 ريال. توقعوا مثل هذه الأسئلة تجي لكم بالامتحان، هذا السؤال وهذا السؤال وهذا السؤال. توقعوا من هذه الأسئلة، 1 2 3، وهذا التدريبات، هذا تدريب عليكم، ممكن واحد يحله بشكل سريع. لوين؟ هنا الاختيارات، هذه الاختيارات جبناها. طيب هذا مثال عليكم تحلوه، تدريب، صوروا هذا التدريب لأنه مهم جدا، صوروا هذا التدريب، صوروا هذا بشكل سريع، وهذا الثاني تابع للسؤال، هذا تدريب وهذا تدريب ثاني، هذا 2 تدريبات تشتغلوها تنزلوها في الجروب، مهمة جدا جدا. في حالة نحن طبعا احنا اليوم اخر محاضرة، هل عندكم تحتاجوا محاضرة ولا خلاص؟ لان ما عاد فيش وقت رمضان. واحد يتكلم ولا يكتب؟ اعتقد خلاص كافي يا استاذ. ممتاز. طيب خلاص انتوا شوفوا هذه الاسئلة. احنا قال لماذا اخذنا اسئلة منوعة من جميع الوحدات، وإذا معكم أي إشكالية، في معكم طلاب أذكياء ولا قدامى، رجعوا لهم. بالتوفيق لكم إن شاء الله.